الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فدرس دوت هو درس الثالث في دراسة كتاب المراحل الثمان لطالب فهم القرآن. وإحنا اتفقنا كتاب دوت كتاب راقي جدا قيم جدا للشيخ الدكتور عصام العويد. احنا خدنا دي الدرسين قبل كده فيه، واللي متابعني على النت هتلاقيني حاطط الرابط بتاع الدروس في الكومنتات او ديسكريبشن، او ممكن يطلع لك لينك في رابط الدروس ديت. درس الاول كان اسمه الاسرار الثمانيه لفهم القران، وتكلمنا في مقدمه الكتاب، هو تناول الكتاب يتكلم في ايه، وهي المراحل الثمانيه اللي لو انسان مسكهم يقدر بسهولة جدا يفهم التفسير ويستوعب تفسير السلف، ويكون عنده أدوات للقراءة ببساطة في كتب التفسير. المرة الثانية اتكلمنا في أول مرحلة، سمينا الدرس السر الأول. السر الأول افهم زيهم، افهم زيهم هو السر الأول فعلا، هو التمسك بالآثار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين في فهم التفسير، حتى لا يضل الإنسان ولا يعني يلتبس عليه التفسير. لازم قبل ما تخش وتقرا او تفهم، تحاول تفهم القران الاول، تحاول تحيط بما قاله السلف في الايه عشان ما تشذش. وده اتكلمنا عنه كتير وضربنا امثله ازاي ممكن الانسان لو دخل مع نفسه كده من غير ما يضبط كلامه بكلام السلف ممكن يقع في اخطاء كارثيه. تمام. فكان المرحله الاولى هي الوقوف، زي ما سماه هنا الوقوف على الاثار الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة وأئمة التابعين في الآيات. وإحنا قلنا هدفنا من السلسلة دي إن إحنا نتمكن من قراءة التفسير بسهولة، وتقدر إنك أنت تستوعب إيه اللي أنت بتقرأ دوت، وليه المفسر هنا أورد الأقوال ديت، وهل الأقوال ديت يعني إيه كل الكلام اللي أنا بقرأ دوت، يعني قال عكرمة وقال الضحاك قال الحسن وقال قتادة، ايه الكلام ده كله، وطب ما تفسره لنا ببساطة كده وخلاص، ايه اللي انتوا بتقولوه دوت، وليه هنا ابن كثير علق وهنا ليه ما علقش، وليه هنا. هنتكلم النهاردة في حاجات مهمة جدا خليك يعني فعلا تقول انا كنت حارة تفسير ازاي من غير ما افهم ليه، من غير ما افهم الكلام دوت. هتلاقي الدنيا سهلة، يعني هتقدر تترقى بعد ما كنت مثلا يا دوبك ايه بتخاف من تفسير ابن كثير، بتخاف تقرا التفاسير الكبيره دي، هتلاقي الموضوع ان شاء الله سهل وميسر عليك. هتقدر تعدي المرحله الاولانيه اللي هي دايما بنقرا فيها التفسير الميسر مثلا، او تفسير السعدي، او تفسير ايسر التفاسير، لا هتلاقي نفسك تقدر تعدي، بل هترجع كمان تفهم المرحله الاولى ديت. لان احيانا اللي بيختصر لك التفسير هو اختصر عصاره فهمه للكتب الكبيره، فانت مش فاهم روعه العباره اللي اتقالت ديت. يعني انت مثلا في ناس يقول لك ايه تفسير الجلالين ده، لو انت شايفه تفسير صغير قوي يقول لك ده تفسير رهيب جدا، يعني خطير. تفسير السعدي تفسير رهيب جدا، لكن ما يفهمش كده الا اللي يخش في الكتب الكبيره ويشوف مثلا الكلام الكتير قوي 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 اللي بيتقرا دوت، ازاي قدر المفسر دوت يروح جامع لك كل الكلام ده في عباره شيك كده، انت مش واخد بالك، انت خدتها كده ايه على الجاهز، ما تعرفش التعب فيها قد ايه. فتعرف قيمة التفسير اللي انت بتقول ايه ده تفسير ده للمبتدئين، السعدي ده تفسير لا للمبتدئين، هات لنا حاجة كبيرة، ده انت تبقى بطل لو قدرت تستوعب الايه العبارات البديعة اللي الامام السعدي بيذكرها في الايه في التفسير. ما يدركش قيمة تفسير السعدي الا اللي ايه اللي احاط بتفسير زي تفسير ابن كثير. تمام. احنا بقى نخليك عندك امكانية انك انت تعرف تفسير الكبير، وكمان لما تعرف تفسير المبسط او التفسير المختصر او اللي هو بيذكر لك عبارة واحدة كده من غير ما يقول لك أسانيد وعن عكرمة وعن قتادة والكلام ده، تقدر تعرف قيمة العبارة ديت، ازاي التعب فيها عشان العبارة دي تجيلك سهلة كده بسيطة. على فكرة أحيانا الاختصار أصعب، إن أنا أقعد أسرد لك الأقوال ممكن يكون أسهل، لكن أنا ألمها لك في جملة واحدة ده من أصعب. هنشوف مثال على جملة رشيقة جدا هيقولها ابن كثير يجمع فيها أقوال كتيرة جدا، بس نصبر مع بعض، لازم نصبر علشان نكمل يا جماعة. يعني اللي احنا نحاول نخلص السلسله دي زي ما قلنا في حوالي مثلا قول 10 دروس مثلا، ده مناسب جدا، بس عايزه صبر، فما حدش يزهق ونتابع السلسله من الاول ونستنى الدرس ينزل مره ورا الثانيه، صدقني هتفرق معاك كتير جدا جدا جدا.
وهتحس فعلا بفرق كبير في علاقتك مع القرآن. ما احنا كل ده مش عشان نفهم التفسير وخلاص، عشان نتلذذ بالقرآن، علشان انت لما تيجي تسمع عن التدبر والاستنباط ولازم بتاع تعرف ايه الادوات اللي الناس شغاله بيها، انت هتستمتع بالقرآن اصلا، هتستمتع بدرس التفسير او مره تفهم الشيخ بيقول ايه، هتستمتع وانت بتقرا اي كتاب تفسير. لما انت تعوز تتدبر مثلا، الناس يقول لك اقرا في التفاسير، عمرك ما هتحس بقيمه التفاسير دي الا لو انت فهمت هي الكلام ده جه منين. تمام. طيب احنا المره اللي فاتت اتكلمنا في كلام، في حاجات كتير اتكلمنا. اول حاجه التفسير النبوي وانواع تفسير النبي عليه الصلاه والسلام للقران، انه بيفسر احيانا بقوله صح، وبيفسر بفعله، وبيفسر بتقريره واخلاقه وسلوكه ومعاملاته، كل حياته عليه الصلاه والسلام كان تفسير للقران، وما يعني لم يفسره الصحابه تركه لصليقتهم وفهمهم السليم للغه، لان القران في النهايه هو نص عربي، والعرب هم اعلم الناس بهذه هذه اللغه، فممكن يتركهم لفهمهم العادي، لان الموضوع مش فيهوش مشكله او فيهوش اشكاليه عشان تحتاج الى الى بيان. فلذلك انتقلنا الى بعد كده الى فهم الصحابه وتفسير الصحابه كذا سبب. قلنا ان هم دول تلاميذ النبي عليه الصلاه والسلام، خدوا منه التفسير كله، شافوا حياته، عاصروا الوحي وعاصروا التنزيل، وربنا زكاهم وزكى علمهم وزكاهم في، والنبي عليه الصلاه والسلام زكاهم، غير ان هم اهل اللغه، اعلم الناس، اعلم جيل باللغه، غير ان هم سلموا من الاهواء والبدع والامور دي. فلذلك كان تفسيرهم مقدم على تفسير اي احد. اتكلمنا عن تفسير التابعين، هم تلاميذ الصحابه، وان هم برضو كانوا في عصر الاحتجاج باللغه، ان هم كانوا في عصر اللغه كانت فيه سليمه، ما زالت سليمه، وبرضو الاهواء ما كانتش برضو يعني البدع ما كانتش زادت للدرجه دي يعني، غير ان النبي عليه الصلاه والسلام زكاهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فزكى التابعين ايضا، والتزكيه دي تشمل ما هم عليه من العلم والعمل وغير ذلك. الكلام قلناه بالتفصيل في درس السر الاول، افهم زيهم. وقلنا العباره المهمه جدا، ان فهمك لاقوال السلف يخليك تبقى عندك عارف ضابط التفسير السليم، ان التفسير السليم ينبغي الا يصادم مجموع اقوالهم. وشرحنا العباره دي بالتفصيل، مش هنزيد نعيد ونزيد عشان النهارده في حاجات كتير، اللي عايز يفهمها يرجع للدرس اللي فات، وهي ان تفسير الصحابه الحق لا يخرج عن ايه؟ عن تفسير الصحابه، لان لا يمكن يكون جيل الصحابه كله جاهل الحق في التفسير. فلذلك لما تعرف تفسيرهم تعرف انت بتدور في انهي فلك، عشان ما تخترعش قول ياتي على اقوالهم بالايه؟ بالبطلان. هو دي المشكله الوحيده، ان انسان يقول قول في التفسير ينقض كل اقوال الصحابه او كل اقوال الصحابه والتابعين، ده اللي ممنوع. لكن انسان مثلا ياتي باستنباط من الايه من غير ما يتعارض مع كلامهم، مع كلام الصحابه، وده الباب اللي ممكن متاح، لسه متاح للايه؟ للي شغال دلوقتي في التفسير، ممكن الاستنباطات، ممكن يقول ايه قول موازي، يعني يبقى حاجه زياده في الايه، استنباط زياده، معنى زياده، معنى جميل قاله لنا طلع بيه في الايه، ده باب مفتوح، بشرط زي ما قلنا ان هو يكون موافق للغه، ما يكونش بيالف زي بعض بتوع التنميه البشريه او الاعجاز العلمي، ممكن ياخد الايه كده ويحملها على معنى تاني خالص ملوش اي علاقه باللغه حتى، لازم يكون على الاقل موافق للغه، ويكون متناسق مع سياق الآية، ما تبقاش الآية بتتكلم في الدار الآخرة مثلا واضحة جدا، وهو ينزل الآية دي على حاجة دنيوية عادية مثلا، فده محتمل. فلذلك احنا بنقول ان ده فهمك لأقوال السلف يضبط ليك انك انت تعرف التفسير المقبول من التفسير المردود، فأي تفسير يأتي يناقض كل أقوال السلف فهو تفسير ايه؟ مردود، باطل، لا يقبل. تمام. تكلمنا على لو حصل ايه انواع التفسير الواردة عن السلف. التفسير عن السلف قلنا باختصار، وهنعيد الكلام ده كمان شوية، ان التفسير عن الصحابة خصوصا اما يكون تفسير اجمعوا عليه او تفسير اختلفوا فيه، اختصار شديد يعني، اما تفسير اجمعوا عليه كلهم اجمعوا على كلمة واحدة، فده خلاص ده انتهى الكلام في الايه؟ في المسألة دي، ولازم كل اللي يجي بعدهم لازم يقول نفس الايه؟ المقالة، لأن ده إجماع، والإجماع ما حجة، فإذا أجمعوا على فهم معين يبقى أكيد هو ده الفهم الإيه؟ الصحيح، لكن الغالب فيه خلافات، تمام؟ فيختلفوا. طب إذا اختلف الصحابة يبقى عندنا قسمين. طبعًا إحنا المرة اللي فاتت قلنا تفصيلات زيادة في موضوع ما لا يقال بالرأي والكلام ده، بس خلينا النهاردة نلمها أكتر شوية عشان نركز في موضوع درس النهاردة.
قلنا الخلاف ينقسم الى احنا قلنا اجمعوا عليه، مفيش خلاف خالص، ادي ايه قسم نزل سهم كده اقوال السلف، واحد ما اجمعوا عليه يبقى ده حجه يجب الالتزام به. طيب ما اختلفوا فيه ده قسم تاني هتنزل منه سهمين، اختلاف ده اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ طب لو قلنا اختلاف تنوع، يعني اختلاف تنوع يعني الاقوال مش متعارضه، مفيش تعارض بين الاقوال عشان نحتاج ان انا اقول مين الصح، كله صح لان مفيش تعارض، وبرده هنقوله النهارده بس انا بديك ايه تشويقه. تمام، خلاف تنوع يعني مفيش تعارض اصلا بين الاقوال عشان احتاج اقول القول ده الصح او القول ده ارجح، مش محتاج ارجح اصلا، هقول كله صح واخد كل قول يضيف لي معنى جديد للايه يعمل لي ثراء في فهمي للايه للايه. القسم الثاني خلاف تضاد، يعني ما ينفعش اجمع الاقوال، يعني ده عكس ده، القرء مثلا في سوره ايه والمطلقات ويتربصن انفسهن ايه ثلاثه قروء، يعني ايه قروء؟ واحد يقول لك حيضات، ثاني يقول لك ايه طهر، يعني حيض غير طهر، ما ينفعش يبقى تنوع يا دي يا دي، فهنا بقى ايه ده اسمه خلاف تضاد. زي مثلا ف ولا قال سبحانه وتعالى وليعفو والذي بيده عقدة الايه عقدة النكاح، مين الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل الزوج وقيل ولي المرأة، فيها قولين الزوج ولي المرأة، ده اختلاف ايه تضاد، يعني ما ينفعش هما الاثنين هو واحد فيهم، فده اسمه خلاف ايه تضاد، يبقى لازم هختار قول منهم هرجح قول فيهم. يبقى هنا لما يبقى الخلاف تنوع ما بعملش حاجه خالص، باخد كل الاقوال واعيش بقى وبسط قوي بالاقوال ديت وبتاع، لان كل قول بيديني معنى زياده. تمام، لكن لو خلاف تضاد يبقى لازم احل الموضوع دوت، ولازم في النهايه الجا الى ايه ترجيح، ترجيح. عشان كده احنا اخر حاجه اتكلمنا فيها المره اللي فاتت هي الايه المرجحات، لما يحصل بقى التضاد هرجح ازاي. هنا بقى ايه قلنا هحاولها بسرعه وبعد كده نعيدها تاني برضو النهارده ان هي هتجيلنا في حته. هي المرجحات اول حاجه صحه الاسانيد، خلاص في تعارض دلوقتي، هبص في صحه السند مين فيهم صحيح ومين ايه ومين ضعيف، اخد الصحيح واترك الضعيف. من المرجحات شهود الحادثه، يعني نقول مثلا طيب دلوقتي الصحابي ده قال كده والصحابي ده قال كده، والصحابي دوت هو اللي كان موجود ساعه التنزيل، هو اللي حضر الايه الواقعه، وده ما حضرش، يبقى ده يخليني اقول يعني ده ايه ممكن اميل لدوت عن دوت. منها ايه؟ منها موافقه السياق، قول متسق مع سياق الكلام، موافقه السياق ده من المرجحات، وقول مش متسق مع سياق الايه الايه فده برضو بيخليني ممكن ارجح على اعتبار مين فيهم القول اللي اتفق مع سياق الايه الآية. وقلنا من ذلك إيه شهرة الصحابي في التفسير، ممكن ألجأ لكده لو ما فيه قولين صحابي مشهور جدا في التفسير وصحابي شهرته ضعيفة في التفسير، ممكن أقدم الإيه القول بتاع الصحابي المشهور، زي ما يحصل تعارض بين العلماء بختار الأعلم صح، فنقول مين الأعلم في التفسير فلان، يبقى ممكن ده يبقى من إيه من المرجحات. وممكن قلنا آخر حاجة موافقة المشهور من اللغة، موافقة المشهور من اللغة يعني قول فيهم متناسق مع لغة العرب، وقول يعني هو لغة عند العرب بس نادر ما بيستعملوها، فلما يحصل تعارض بين القولين أقدم اللي العرب بتستعمله في العادة عن العرب بتستعمله في النادر. ضربنا مثال على كده إيه في قول الله تعالى فضحكت فبشرناها بإسحاق، ضحكت يعني ضحكت ابتسمت وبتاعه، وقيل ضحكت يعني إيه حاضت، فممكن نقول ده حاضت دي غريب في لغة العرب ان هم يستعملوا ضحكت بمعنى ايه حاضت، فنقول لا ضحكت يعني ضحكت عادي اللي هو الضحك المعروف. معلش احنا اختصرنا بسرعة، الكلام ده هيتقال تاني بالتفصيل بالراحة لان هيخدمنا تاني في موضوع النهاردة. طيب احنا النهاردة هنتكلم في ايه؟ نتكلم في كذا حاجة، نركز بقى. هو بيقول لنا احنا وقفنا عند ايه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او الصحابة والتابعين في التفسير يكون على ثلاثة انواع. ايه بقى الحاجات اللي انا باخدها من الصحابة والتابعين؟ أول حاجة ما ورد في فضائل الآيات والسور، فضائل الآيات والسور، قل هو الله أحد تعادل سورة القرآن، آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، أي حاجة فيها فضيلة لسورة أو آية الحاجات دي باخدها من الرسول عليه الصلاة والسلام، باخدها من الإيه من الصحابة. تمام، طيب هنا بقى بيقول لنا الوقوف على ما ورد من فضائل الآية أو السورة التي يراد تفسيرها من الأهمية مكان ليه، يبين قدر السورة ديت، فليست أم القرآن كغيرها ولا الإخلاص مثل أي سورة. ده بيفيدني في صفحة 32
صاع 32. ده بيفيدني في ان انا بتفرق في التعاون مع الصورة. صورة اللي هي فضيلة بأكيد هتم بيها اكتر، هتم بحفظها اكتر، هتم ان انا اقراها اكتر، هتم ان انا افهمها اكتر. واضح؟ لو ليها مثلا اثر في حاجة في حياتك، مثلا الصورة دي مؤثرة في عذاب القبر، دي مؤثرة في الفقر، دي مؤثرة في السحر، اكيد هستعملها في مكانها. فلازم اعرف الايه الفضائل اللي الصور عشان اعرف امتى اقراها، امتى تستنفعني. طب الاخلاص اقراها امتى؟ طب الفلق تتقرا على المحسود، طب دي تنفع رقيه، وهكذا. الايات ليها ايه؟ ليها فضائل. تمام؟ فدوت مفيد جدا. هو بيقول ان كل الناس طبعا معروف ان كتير جدا من العلماء صنفوا في موضوع فضائل القران، بس هو انا بيقول لنا من اجود ما وقفت عليه بعد كده، بيقول موسوعه فضائل صور وايات القران للشيخ محمد رزق طرهوني، هو كتاب مفيد. الكتاب الثاني الأحاديث والأثار الواردة في فضائل سور القرآن لإبراهيم علي السيد. وهو بيقول الأخير ده من أجود ما وقفت عليه. ليه بقى هو بيعتبر الكتاب الأخير ده من أجود ما وقف عليه؟ بيقول لأنه تعامل مع فضائل السور بمنهجية سليمة. هو إيه؟ هو عايز هيعلق هنا تعليق مهم قوي. بيقول التعامل مع فضائل السور منهج المحدثين في الموضوع ده، ان عموما باب الفضائل بيحصل فيه شيء من التساهل عن الابواب الاخرى. بمعنى ان السلف لم يكونوا يتشددوا في الاحاديث الوارده في ابواب الفضائل، بمعنى انهم قد يقبلوا الضعيف اذا كان ضعفه يسير. اذا كان الضعف مثلا حديث فيه ضعف لكن ضعف يسير، يعني حديث ضعيف. حديث ضعيف يعني مثلا يكون سنده فيه واحد مثلا خفيف الحفظ مثلا، واخد بالك، واحد مثلا يعني عنده مشكلة في الديانة بسيطة بتاع، فيقول لك حديث ده ضعيف. هل معنى ضعيف ان هو اكيد النبي ما قالوش؟ ممكن يكون قال، يعني ممكن الراجل اللي هو ضعيف الحفظ ده الحديث دوت يعني كان من الحاجات اللي قالها صح، مش كده؟ او هو ديانته خفيفة بس هو اتقى ربنا في الحديث دوت. إذن في احتمال ضعيف أن يكون فعلا الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام قاله. فلذلك هم ممكن يقولوا طب باب الفضائل هيفرق معايا قوي، يعني هو هيبقى حلال أو حرام أو عقيدة؟ طالما أنا مش حسبت حلال حرام عقيدة أمر غيبي جنة نار ربنا إزاي، يعني حاجات متعلقة بالعقائد، مش مشكلة. أمر الفضائل إيه؟ أسهل شوية. إن فضائل شيء محفز مش أكتر، يعني شيء بيحفزك تعمل العمل. فلو مثلا جاء حاجة في فضيلة صورة معينة، فاللي هتعمله أنت هتحفظها، هتقراها كتير، هتهتم بيها، فشيء لا يضر، صح؟ يعني مش ما قلتلكش حلال وحرام، ما قلتلكش الطلاق ده وقع ولا ما وقعش، لا، أنا في الحالات دي لازم أستند لأسانيد إيه؟ لأدلة قوية. يعني طالما هشرع، طالما هيبقى فيه الزام للناس بحاجه، يبقى لازم اتكلم حديث صحيح مفيش كلام بتاع او حسن او الكلام دوت. طريقه المحدثين في الفقه، فلازم نفهم قواعد، ودي هتجيلنا في التفسير كمان، ان طريقه المحدثين تختلف حسب الايه؟ حسب المجال اللي هو شغال فيه. لو شغال في فقه غير لما يبقى شغال في فضائل، غير لما شغال في تفسير، غير لما شغال في السير. وديت الحته لو فهمتها هتريحك في حاجات كتير. إن محدثين ما كانوش بيتشددوا في كل الأبواب، كانوا بيتشددوا في أبواب الحلال والحرام، يتشددوا في أبواب العقائد، إثبات العقائد، تمام، يتشددوا في إثبات الغيبيات، دي اللي بيتلازم يتكلم فيها حديث إيه؟ صحيحة. أما الأمور اللي فيها مثلا إيه؟ فضائل الأعمال، حاجة محفزة في قيام الليل، حاجة محفزة في الصيام، أو مثلا فضائل صور، او مثلا حاجه في السيره مش هتاثر معايا، يعني موقف حصل، حاجه في التفسير زي ما هنقول كمان شويه، لا تشددون في السند. ليه؟ لان الموضوع ينفع وفي نفس الوقت لا يضر، لا يؤثر. ففضائل الصور مجرد محفز، بعض فضائل الاعمال مجرد محفز، فممكن يتساهلوا في نقل بعض الاحاديث اللي فيها ضعف، بس بيشترط ان الضعف يكون يسير. ان احنا قلنا لما الضعف يسير بيخليني اقول احتمال يكون النبي عليه الصلاه والسلام ايه قالوا، لكن ضعف شديد او يكون موضوع او مكذوب، لا لا لا، مش ممكن ابدا ايه يقبلوا بيه، لا في فضائل الاعمال ولا في سير ولا في اي حاجه من المجالات دي. بس زي ما قلنا هم اما يتساهلوا في الضعف اذا كان الضعف ايه يسير، تمام، ومش في كل حاجه، في الحاجات اللي هي ما تضرش، فضائل سير
بعض التفسير زي ما حياتي. فهو عايز يقول ان هو التوسط، لا هو شدد قوي فما قبلش غير الصحيح من اللي ما فيش كلام على صحته، ولا هو تساهل وحط الموضوعات والمكذوبات، لان المؤلفات في كتب فضائل الاعمال ما بين القسمين دول، في ناس تشددوا ما حطوش الا الصحيح فقط اللي هو يعني ما فيش كلام فيه، وفي ناس تساهلوا جدا فتلاقي في كتبهم الايه الحديث الموضوع والحديث المكذوب واللي ضعفه شديد. هو بيقول المصنف الاخير ده توسط شويه، يعني لا هو تشدد قوي وما اختارش غير صحيح، ولا هو اداك بقى الايه الموضوعات وكده، انما جاب حتى الضعيف اللي ضعفه ايه يسير. فاهمين الفكره ديت؟ فده المنهج في قصه الايه فضائل الصور. طيب خلصنا ديت، خش بقى على اللي بعده عشان دي خطيره، اسباب النزول. يلا انا بعرف ايه تاني؟ احنا قلنا بعرف من النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه التابعين ثلاث حاجات: فضائل، اسباب النزول، اسباب النزول. طيب ايه هي اسباب النزول؟ اول يعرفوا لنا قال هو ما نزلت الايه من اجله شريطه ان تكون في زمن وقوعه. يعني ايه الكلام ده؟ الايه نزلت من اجله، لما اكيد سبب النزول هو الايه نزلت من اجلي. اصبر بس عشان انت دلوقتي هي هتتفاجئ ان في اسباب نزول كتير ملهاش علاقه بالايه. او بيقول شريطه ان تكون في زمن وقوعه، بيضرب مثال كده عشان حدش يقول ان سوره الفيل نزلت بسبب ايه حادثه الفيل. يعني دي حادثه الفيل دي كان في مولد النبي عليه الصلاه والسلام، عام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام. ايه اللي جاب سوره الفيل لحادثه الايه الفيل؟ هي سوره الفيل بتفكر بحادثه الفيل بس مش سبب نزولها. عشان كده بيقول سبب النزول لازم يكون معاصر للنزول. ما يجيش واحد يقول مثلا قصه ابراهيم سبب نزولها بعثه سيدنا ابراهيم، يعني فاهم؟ لازم يكون الحدث كان معاصر ده مش سبب نزول. ما يقولش مثلا بعث ابراهيم فانزل الله سوره ابراهيم، يعني ما ينفعش ده يكون سبب نزول. فسبب النزول يكون متزامن مع الحدث نفسه، تمام؟ عشان كده بيقول عشان محدش يقول ان سوره الفيل سبب حادث الفيل سبب لنزول ايه سوره الفيل. فبيقول الايه يعني ايه هو سبب النزول؟ هو الحادثه التي تزامنت مع نزول الايه الايه او السوره، تمام؟ سهله مفهومه. طيب وبيقول فوائد، بيقول طبعا من الصعب الوقوف على تفسير الايه دون الوقوف على القصه وبيان سبب النزول. سبب النزول بيضيف لك ايه معاني وبيخليك تفهم الايه ايه فهم جيد، زي ما ضربنا مثال قبل كده في قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطاف. لو انت جيت على الايه دي من غير سبب النزول هتقول ايه؟ ربنا بيقول فلا جناح عليه ان ايه يطوف بهما، يعني يطوف بين الصفا وليه يسعى بين الصفا والمروه. كلمه لا جناح دي معناها ايه؟ معناها ما فيش مشكله، يعني اللي عايز ايه يسعى يسعى. فبالتالي تطلع انت باستنتاج ان السعي جائز في الحج، لان ربنا قال ايه فلا جناح عليكم. فانت فهمت ايه من لا جناح؟ يعني كان ايه كان ما فيش مشكله، يعني ده مش واجب بقى ولا فرض ولا ركن، انما هيبقى ايه جائز اللي عايز يسعى يسعى. وده على عكس السعي ركن من اركان الحج. طب ازاي يعني؟ طب نفهمها من سبب النزول. واصل ايه سبب النزول؟ سبب النزول ان الصحابه كانوا بيسعوا عادي، بس هم كانوا وجدوا في انفسهم شيء جناح حرج كده. ليه؟ لان هم كان زمان قبل الاسلام كان في على الصفا ده صنم وعلى المروه ايه صنم، هم كانوا بيسعوا عشان الصنمين، فلما سعوا برضه في نفس الطريقه كانهم ايه تحرجوا كده. فربنا بيرفع عنهم الحرج، يعني بيقول لهم يعني ارفعوا الحرج عن انفسكم، لا تتحرجوا ان تسعوا ايضا بين الصفا والمروه. خلاص ان الصفا والمروه من شعائر مين؟ شعائر الله. خلاص يا جماعه الشرك انتهى. فهو بيقول لهم يعني ما تتحرجوش. فهو هنا بيثبت حكم السعي ولا بيرفع الحرج بس عن الصحابه؟ بيرفع الحرج. طب انا افهمها ازاي الا لو انا عارف سبب الايه النزول؟ سبب النزول بيضيف لك معنى. لما اعرف سبب نزول مثلا قصه اصحاب الكهف وقصه ذي القرنين، ده ياثر معايا في اثبات نبوه النبي عليه الصلاه والسلام. اقدر اقول ان الصوره دي من ادله نبوه النبي عليه الصلاه والسلام، ان قصه ذي القرنين من فوائدها انها تدل على صدق النبي عليه الصلاه والسلام. ايه علاقه ده بالصدق بالرساله؟ اصل سبب نزولها اليهود والايه والقصه المعروفه، وقالوا للمشركين لو قال لكم على سالوه عن فتيه في الدهر الاول ماذا كان امرهم، سالوه عن رجل جاب المشارق والمغارب وسالوه عن الروح فان اجابكم فهو ايه نبي صادق والكلام دوت. فده بيديني معنى، بيديني فوائد في الايه. يبقى احيانا ممكن اصلا ما افهمش الايه الا بسبب النزول، وغير ان سبب النزول بيديني ثراء للمعاني
ويخليني افهم حاجات تانية غير مجرد ان انا قصة اصحاب الكهف وخلاص، لا اداني معنى وراء اللي المعنى دوت، تمام كده. وبيفهمك حكمة التشريع، مثلا قوله تعالى ان الحسنات يذهبن الايه، يذهبن السيئات. هل الآية دي عامة ولا خاصة؟ نشوف سبب النزول. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله قبلت امرأة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت وصلى وبتاع، وبعد كده قال أين السائل؟ قال لقد أنزل الله علي آيات إن الحسنات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات إيه؟ يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال يا رسول الله هي لي خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس ايه؟ عامة. فهمت معين؟ فهمت الآية دي مش خاصة بالراجل دوت، فهمت ان هي للناس كلها. لولا سبب النزول ما كنتش هفهم كده، كنت ممكن اقول دي حادثة عين، دي حادثة خاصة بالراجل دوت، ما اعرفها ازاي؟ فكان لازم انا افهم ايه السبب. اذا السبب بيجيب لك حياة ايه؟ بيجيب لك حياة حلوة قوي. طيب خلينا نقول الحتة اللي قالها قبل ما اديكم الزتونة في موضوع الايه اسباب النزول دوت. هو بيقول في مصنفات كتير اتالفت في اسباب النزول من القديم ومن الحديث، منها ابن حجر ألف العجاب في بيان الأسباب، وفي الإمام السيوطي ألف لباب النقول في أسباب النزول، ولكن بقى في كتب معاصرة بتكون أسهل شوية، منها أشهرها على الإطلاق الصحيح المسند من أسباب النزول، الصحيح المسند من أسباب النزول للعلامة مقبل الوادعي. وفي كتاب تاني ممكن نكتبه جميل قوي اسمه المقبول في أسباب النزول، ده مش مكتوب عندكم، المقبول في أسباب النزول، ده للشيخ عصام الحميدان، عصام الحميدان المقبول في أسباب النزول. وفي كتاب اسمه المحرر من أسباب النزول، المحرر من أسباب النزول للشيخ أحمد المزيني، أحمد المزيني. خلاص؟ طيب تعالوا بقى ناخدوا ليه الزتونة. دلوقتي احنا لما نيجي نقرا في أسباب النزول مثلا، بنلاقي عندنا مشكلة إن ممكن أقرأ الآية اللي بيقرا قبل كده بيجد أسباب نزول كتير، فتلاقي المفسر كاتب وروى فلان فلان أن هذه الآية نزلت في كذا، خلص موضوع. تلاقي بعد كده وروى فلان ابن فلان أنها نزلت في كذا، حاجة تانية خالص. وجاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له كذا فنزلت كذا، وبعد كده يحكي لك قصة تاني أربع خمس ست أسباب ملهمش علاقة ببعض. طب ليه ينفع أسباب النزول تبقى أربعة خمسة ستة؟ وهو آية نزلت يعني في سبب يعني، طب إزاي كل الأسباب ديت؟ خد بالك بقى، إحنا عندنا ملحوظة مهمة جدا جدا، لو فهمت الكلمة اللي هقولها دي هتفهمك موضوع أسباب النزول ببساطة خالص. السلف لما يجي يقولوا عن حاجة سبب نزول مش لازم يكون هو ده فعلا السبب اللي نزلت فيه الآية، ممكن يقولوا الآية دي نزلت في كذا ومش قصدهم ان هو ده سبب النزول، قصدهم ان الآية دي تركب على الموضوع دوت، تناسب الموضوع دوت، القصة دي شبه الايه اللي بتتكلم عنه الآية. يعني اديك مثال، قول الله تعالى مثلا مشهور جدا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، مشهور جدا في التفسير انها نزلت في مين؟ في انس بن النضر، انس بن النضر اللي هو قال في يوم بدر لئن اشهدني الله مشهدا اخر ليرين الله ما اصنع. فلما جاء في يوم احد والناس فروا بتاع، قال اللهم اني ابرأ اليك من فعل هؤلاء المشركين واعتذر اليك من فعل هؤلاء المسلمين، وخاض في صفوف المشركين قاتل حتى ايه؟ قتل. ده فين؟ احد. طب الآية اللي أنا بقولها دي فين؟ في سورة الأحزاب، يعني الأحد سنة 2 الأحزاب سنة 5، وإحنا قلنا سبب النزول لازم يكون متزامن، يبقى أكيد ما نزلتش في أنس بن النضر. طب يعني إيه لما الصحابة يقولوا كنا نرى أن هذه الآية نزلت في أنس بن النضر؟ يعني الآية دي مناسبة لأنس بن النضر، مش ده سبب النزول، إن الآية دي لو في حد نقدر ندخله فيها يبقى نمره واحد انس بن النضر، بس مش 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 لما انس النضر مات نزلت الايه، نزل بعديك 3 سنين. عايز اقول لك ان كلمه نزلت في كذا مش لازم ده يكون ايه سبب النزول، ممكن يكون السلف وده عادي بيعملوه،
كنا نرى ان هذه الايه نزل مثلا واحد صاحبنا اخونا مثلا صدق مع الله ومات شهيد ومش عارف ايه مثلا في حاجه مثلا وصدق فيها وبتاع، نقول نرى ان هذه الايه نزلت في مثلا محمد مثلا، يعني نزلت في محمد، بس احنا بنستعمل طريقه السلف يعني نقول الايه دي تناسب محمد فعلا الموقف اللي عمله ده صدق مع الله سبحانه وتعالى. فهمت الحته دي؟ لو فهمت الحته دي هتعرف تخلص اسباب النزول من الاسباب الكتير اللي انت بتقراها. عشان كده بيسموا بيعتبروا كلمه نزلت في كذا هو لفظ غير صريح، لفظ غير ايه صريح. فاذا خدي قاعده، اذا قال السلف نزلت الايه في كذا، نزلت الايه في كذا، فهذا لفظ غير صريح يحتمل ان ده فعلا سبب النزول او مش سبب النزول. تمام؟ طب ايه اللفظ الصريح بقى اللي هو لو اتقال يبقى لازم يكون سبب نزول؟ ان بقى يرتبوا الكلام كده، حصل كذا فانزل الله كذا، حصل كذا فانزل الله ايه كذا. دي ما تنفعش تحتملش احتمالات، دي لازم تكون سبب نزول، لان هو الصحابي رتب الكلام قال حصل كذا فانزل الله ايه كذا. مثلا السيدة عائشة تقول دخلت امرأة على النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي زوجها وأنا لا أسمعها، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ده صريح، ده بيسموه سبب نزول صريح أو لفظ تعبير بيه عن سبب نزول صريح. يبقى عندنا السلف بيستعملوا في العادة طريقتين في التعبير، طريقة غير صريحة وطريقة إيه صريحة. الطريقة غير صريحة إن هم يقولوا إيه نزلت هذه الآية في كذا، دي غير صريحة، يبقى أنا شاكك كده على طول لازم أراجع بقى. الصريح إن يقول حصل كذا فأنزل الله كذا، دي صريحة، دي لا دي هتكون سبب نزول في العادة. خلاص لو فهمت دي فهمت أصعب حتة في موضوع أسباب النزول. تمام؟ يبقى أنا لو عندي أسباب نزول كتير دلوقتي قدامي في الآية، أول خطوة قبل اللي أنا قلته ده هقول لك خطوة الأول، اكتب بقى بس اكتب في حتة فاضية شوية عشان نقوله كذا إيه كذا خطوة تمشي وراهم خلاص كده هتعرف سبب النزول. أول حاجة أخرج الصحيح من الضعيف، لأن سبب النزول من الحاجات اللي ما ينفعش ناخد فيها الضعيف، لأن زي ما قلنا ده شيء إيه مؤثر، مؤثر صح؟ أول حاجة أخرج الصحيح من الضعيف، يعني خلق صنف ده صحيح وده إيه ضعيف وما تاخدش الضعيف، لأن سبب النزول من الحاجات اللي مؤثرة في إيه؟ مؤثرة في إن أنا أفهم الآية، ما ينفعش إن أنا أعتمد على سبب نزول إيه ضعيف، ده من الحتت اللي مش هينفع تساهل فيها، لازم سبب النزول يكون صحيح. يبقى الأول أطلع صحيح من الضعيف، عشان كده في ناس ألفوا الصحيح بس زي الإيه مقبل الوديعي ألف الإيه الصحيح المسلم، هنا ده كويس غير فضائل الأعمال، خد بالك عشان كده قلت لك مناهج المحدثين تختلف. في فضائل الأعمال فضائل الصور ممكن يتساهل في الإيه؟ في الضعيف، لكن في أسباب النزول يتشدد، يتشدد ليه؟ فضائل الأعمال مش مفيش ضرر، لكن سبب النزول ممكن يضر فهم الإيه؟ يضرني في فهم الآية، مش كده؟ عشان كده السلف المحدثين يتشددوا في أسباب النزول ولا يتشددوا في فضائل الصور. لو فهمت الحتت دي الدنيا هتنور معاك. ليه كانوا بيألفوا وليه تشدد؟ ليه بتقول لي الصحيح المسلم أسباب النزول لكن من شويه قلت لي الكتاب ده جميل عشان ما تشددش في الصحيح؟ لان انا الاولاني كنت بتكلم في فضائل الصور ودلوقتي بتكلم في اسباب النزول، واسباب النزول من المواطن التي يتشدد فيها المحدثين لانها تضر او تنفع، تؤثر في فهمك للايه، توديك يمين او شمال صح. تمام، يبقى انا الاول اتكلم مع الصحيح بس. اتنين، انظر الى صيغه الكلام، هل هي صريحه ام غير صريحه؟ فاذا وجدت ان في صريح وفي غير صريح استبعد الغير صريح. فاذا وجدت في نفسي حدث كذا فانزل الله كذا يبقى دوت اللي هقول ده معانا ده هاته. لكن لو لقيت نزلت في كذا كل شويه ليه وقال فلان نزلت في كذا وقال فلان نزلت في كذا استبعد دول. طالما لقيت صريح يبقى استبعد الايه؟ استبعد الغير صريح. طيب يبقى انا كده الصحيح الصريح
أول خطوتين هنسمي الأولانية خطوة الصحيح، الخطوة الثانية خطوة الإيه؟ الصريح. أنا جبت الصحيح، ممكن أنت تكون دلوقتي خلاص وصلت، طب افرض بقى الأسوأ بعد ما عديت على الصحيح والصريح طلع لي 2 صحيح صريح، أعمل إيه؟ هنا بقى هنظر، اكتب 3 بقى، هتكتب النظر إلى الزمان، النظر إلى الزمان، فإذا تقارب الزمانان يبقى إذن نزلت مرة واحدة للسببين، إذا كان الحدثين يعني قريبين بعض قوي يبقى الحل هنقول إيه؟ نزلت الآية مرة واحدة للسببين، يعني نزلت كان دورة دوت فنزلت آية للاتنين مع بعض، إذا تقارب الإيه؟ الزمان، يبقى نقول نزلت الآية مرة واحدة للإيه؟ للسببين معا. طب إذا تباعد الزمان، ده بقى الإيه؟ اللي هو سببين ومتباعدين، ده في حتة وده في حتة، والاتنين صحيح وصريح، اتفقنا على صحيح وصريح دي خلاص، هنعمل إيه بقى؟ يبقى عندنا حلين، إما الترجيح أو سنقول أن الآية نزلت مرتين، ينفع هي تنزل مرتين؟ عادي تنزل مرتين، مش في قراءات، وكان آية ممكن تنزل عن النبي عليه الصلاة والسلام بقراءات وأوجه وكده، فوارد أن الآية تنزل أكثر من مرة، تمام؟ بس احنا بنحاول الأصل ما نوصلش للإيه؟ للحل ده في النهاية، أن احنا نقول أن هي نزلت مرة واحدة ده الأصل، أن هي بتنزل مرة، لكن الاستثناء أن هي تنزل مرتين وارد، أن هي إيه؟ أن هي تنزل مرتين، وده هتلاقيه في مثلا في أسباب نزول سورة الفلق، تلاقي حاجات فعلا كتير، ده يخليك تجزم ان السوره دي ما نزلتش مره واحده، اكيد تكرارها هيكون لاهميتها، نزلت مره في موطن، مره في موطن تاني، كان ربنا بيشير بيها الى ايه، يعني تنفع هنا وتنفع هنا كده يعني. فاذا تقرب الزمان هنقول نزلت مره للسببين، اذا تباعد الزمان اما نرجح بين السببين، نشوف بقى حاجه نرجح بها انهي، ودي بقى عايزه شغل مفسر، او لو ما فيش حل هنقول الايه نزلت ايه مرتين. شفت الكلام سهل ازاي؟ ونادر قوي انك توصل للحالة الحرجة دي يعني. يبقى الاول خطوة صحيح، تاني خطوة ايه؟ صريح، تالت خطوة الزمان، اذا تقارب خلاص هي مرة واحدة، اذا تباعد عندنا سهمين، اما الترجيح او نزلت مرتين. سهلة كده يا جماعة؟ بالآية ايه؟ تكرر نزولها يعني. خلاص خلصنا موضوع ايه؟ اسباب النزول، خش بقى في التالت، التفسير المسند، ان احنا بناخد من النبي عليه السلام واصحابه ايه؟ فضائل الاعمال، فضائل الصور، واسباب اللي النزول. الثالثة التفسير بقى اللي هو اهم حاجه احنا عايزينها النهارده، التفسير، تفسير المسند. هنا بيقول لنا تفسير، ركز في حاجتين، لما ننظر جاي للتفسير هننظر في الروايات وهننظر في الفهم للكلام، يعني انا هنظر للاسانيد وهنظر لفهم الكلام. تاني وبيقول لنا هنا عندنا حاجتين مهمين، النظر في طرق الرواية والنظر في فهم الدراية. يعني ايه طرق الرواية؟ اللي هو الأسانيد، يعني الكلام ده مين اللي قاله؟ فلان عن مين؟ عن فلان عن فلان عن ابن عباس. هشوف بقى فلان عن فلان عن فلان دوت السند ده ضعيف صحيح قوي، يعني هشوف وزنه ايه. بعد ما اشوف بقى الكلام نفسه ايه اللي بيتقال، ده اللي هو الدراية، ان انا احيط بعلم ايه الكلام اللي بيتقال، ده اسمه السند يعني المتن قصدي، فانا اشوف السند واشوف الايه المتن. بس في خد بالك بقى، هنتكلم وانا بشوف السند امتى بشدد فيه وامتى ما شددش فيه، ولما والمتن لو اتقال لي بقى كذا حاجة، سمعت لقيت ده قال حاجة وده قال حاجة، هنعمل فيهم ايه؟ نركز بقى. بيقول اول حاجة، الاول ان انا ابص للايه؟ للآثار التي وردت وأشوف الأسانيد بتاعتها. قبل ما أشوف الأسانيد أسأل نفسي، هل الحاجة اللي أنا دلوقتي بقرأ فيها ديت حاجة يهمني إن أنا أتشدد فيها ولا مش مشكلة أتساهل فيها؟ بمعنى، فلو أنا دلوقتي عايز أثبت معنى في الآية، مجرد معنى، مش هقول حلال ولا حرام ولا عقيدة، معنى استنباط حاجة في اللغة، هل يلزم ان انا اتشدد في السند؟ ما يلزمش،
ليه؟ لان انا ببحث في المعاني. بمعنى مش انت مثلا بتلاقيهم لما يجي مثلا يتكلموا في اثبات اللغه يقول لك كما قال الشاعر فلان كذا وكذا وكذا، بيجيبوا سند اصلا؟ ما بيجيبوش سند. ليه؟ انا بثبت لغه، وطالما عدت على السلف ووصلت لي يبقى دي من اللغه، هما ما كانوش هيعدوها. طالما مشيت في كتب السلف ووصلت لك يبقى هي من لغتهم، انهم لو لقوا اي حاجه زي دي ما كانوش ايه ما يعدوهاش، وكتبت في الكتب واتقرت والسلف بيتوارثوا الكتاب دوت ومكتوب فيه الجمل ديت ووصلت لك. طالما وصلت لك والاشعار دي اتكتبت في الكتب دي وتتابعت الكتب تنقل عن بعض لغايه ما وصل لك الشعر، يبقى اكيد ده من لغه العرب ومن غير ما اعرف سند، لان دي لغه والعرب ما كانش هيعديها لو هي مش لغه. ملوش دعوه بالاسناد، ده كلام بيتقال دلوقتي، كلام احنا بنقوله، مش لازم كل حاجه اقولها لك اقول لك سندها، بس هي لو فيها مشكله في اللغه ما كانتش هتعدي. كذلك في باب المعاني، انا اثبت معنى الان دلوقتي، انا دلوقتي مثلا ضربنا مثال مثلا قوله تعالى ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم، قال ابن عباس النعيم هو المسكن الطيب، قال فلان مثلا النعيم هو الصحه والفراغ، قال فلان النعيم هو الزوجه الصالحه، يهمني السند ليه؟ لان انا هنا بتكلم في احكام ولا معاني؟ معاني، انا مجرد باثبت معاني. فالسند صحيح ضعيف الكلام كويس فهاخده عادي، واخده ان ده تفسير واتعامل معاه لانه تفسير عادي جدا، انا مش هوصل بيه لحلال او حرام او عقيده او كده. فاذا كان باب التفسير يدور حول اللغه او المعاني فلا نتشدد في السند، وده منهج المحدثين في التعاون على التفسير. عشان كده قلت لكم المجالات المحدث حسب المجال اللي شغال فيه، اذا كان في الفقه هيتشدد، اذا كان في العقيده هيتشدد، اذا كان في التفسير هيتشدد لو حاجه في الحلال والحرام والعقيده هنقول بعض المواطن، لكن لو كان في مجرد اثبات معاني او اثبات شيء من اللغه او شيء من الاستنباطات لا تفسير، يعني سند صحيح او ضعيف تفرق معايا في ايه؟ مش تفرق معايا، هياخدها وخلاص. كذلك يتساءل في الحديث الضعيف، اذا كان الحديث ده باخد منه معنى بس مش باخد منه حكم، باخد منه ايه؟ معنى يخدم على التفسير. يعني لو انا خدت قول الصحابي الضعيف طب اخد الحديث الضعيف برضه، يعني فرق. اذا كان انا خدت شاعر الشاعر الجاهلي اللي مالوش سند ما اخدش الحديث الضعيف، بس انا باخد الحديث الضعيف هنا في اثبات الايه؟ المعاني او اللغه، لكن مش اثبات الايه؟ الاحكام والعقائد. مفهوم يا جماعه؟ عشان احنا هنقرا دلوقتي كلام تبقى فاهمه. بص بقى الحته دي بيقول النوع الاول، هو اللي انا قلته ده هو النوع الاول، اثار يراد اثبات عموم معناها لا دقائق الفاظها. يعني انا ما يهمنيش قوي ان انا ادقق، يعني انا خدت ليه المعنى، كلام حلو، كلام موافق لغه العرب، كلام متناسب مع السياق، خده حتى لو السند ايه ضعيف هينفعك، اهو معنى طلعت بيه هو مش هيضرك، تمام؟ يعني كده عشان كده بيقول اثار يراد اثبات ايه معناها لا التدقيق في الايه في الالفاظ بتاعتها. طيب خلينا نقرا كلمه شيخ الاسلام عشان دي هي دي اللي بتجيب لك الكلمه الحلوه دي. بيقول ايه شيخ الاسلام؟ طبعا ليه رساله رهيبه في الموضوع اسمها اصول ايه اصول التفسير، هي صعبه طبعا لو واحد قراها لوحده هيستصعبها، لكن كل ما هنقول حته بنقول ايه وقال شيخ الاسلام، دي من جايبه لك منين؟ من اصول التفسير. ان شاء الله بعد الرساله دي تلاقي نفسك تمسك رساله اصول التفسير دي تقراها عادي سهله. ومعلوم، قال شيخ الاسلام، معلوم ان المنقول في التفسير اكثر كالمنقول فين؟ في المغازي والملاحم، يعني السير. يعني قال الامام احمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. يعني ليس إن بعض الناس بيجيب ياخد كلمة الإمام أحمد دي بيطعن فيها على الدين، يقول لك ده الإمام أحمد قال إيه؟ قال الحياة عندكم ملهاش إيه؟ أسانيد. هو الإمام أحمد بيتكلم في إيه؟ ده محدث. بيتكلم في الحتة اللي محدثين عارفين إن يمكن التساهل فيها في الإيه؟ في الأسانيد اللي هي السير والملاحم والمغازي تفسير. يتساهل فيها. ليه؟ لأن أنا عندي في السيرة لو خدت الصحيح بس السيرة تبقى متقطعة،
مشهد بعد كده فاضي، كده مشهد بعد كده فاضي، بعد كده مشهد، مش هعرف اوصلها ببعض الا ببعض الروايات الايه الضعيفه، فهقبلها علشان استطيع ان انا اكمل الايه سياق السيره. لكن لو هاخد منها احكام هقول لا، مش هاخد منها ايه احكام، مش هاخد منها عقيده، انا بس حطيتها عشان اكمل سياق الايه، فقبلها طالما الضعف يسير وهي مقبوله، مفيش حاجه منكره في الايه في الموضوع، اقبلها حطها احسن ما تسيب السيره ايه فاضيه. واضح؟ لكن لا تيجي تاخد منها حكم لا. عشان كده ممكن تجد عادي جدا بعض الايه الناس في التفسير في السيره يحطوا قصه الحمامه ونسجت العنكبوت، العنكبوت نسج ايه مش عارف ايه على الغار، هي قصه ضعيفه بس اللي اوردها اوردها ليه؟ يعني دي مما يتساهل فيه. يعني بعض الناس يتشدد قوي لما يجي يسمع يقول لك لا دي ضعيفه ما تقولهاش بتاع، عادي هي دي انا خدت منها حكم، خدت منها عقيده، العنكبوت نسجت بتاع خلاص، يمكن ويمكن لا، يعني ايه مش هتفرق معايا. انت لو تشددت في الضعيف كنت هنشيل نص السيره، هتشيلها نص السيره هتشيلها بلا مبالغه، لان كتير جدا من اللواحم في الاحداث ضعيف، قصص ضعيف، بس زي ما قلنا الايه منهج المحدثين تساهل في موضوع الايه في السير في المغازي في الحاجات دي. دي كلمه شيخ الاسلام، كلمه الامام احمد بيقول ثلاثه امور ليس لها اسناد. عايز يقول ايه؟ مش عايز يقول ما لهاش اسناد، هي ليها اسناد، بس عايز يقول لا نتشدد في اسنادها. يقول نحن معاش، يعني في حاجه ما لهاش اسناد؟ ده ابن كثير ابن كثير بيجيب الاسناد، يبقى احمد ما يعرفش الاسناد؟ مش معقول يعني، صح؟ ده يعني ابن اسحاق اورد الايه؟ اورد الاسانيد كلها في كتابه اللي هي كتاب السيره معروف يعني. الخلاصه يعني ان 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 الامام احمد كده عارف، بس عايز يقول ليس لها اسناد، يعني يعني لا نتشدد في التعامل معها في الاسانيد، ولا يراد التدقيق في الاسانيد فيها. التفسير ويقصد بالتفسير ليه ما يتعلق بالمعاني واللغه والاستنباطات اللطيفه، مش مشكله. اما الحلال والحرام وكده، انت عارف الامام احمد اصلا كان فقيه، وانت عارف بيتعامل ازاي في الفقه. شوف مذهب الامام احمد عامل ازاي لما يجي يتكلم في الفقه، بيتمسك جدا بالدليل. الله، انت لسه قايل في التفسير، ايوه ما دي غير دي. شفت بقى الكلام، الحاجات دي بتنورك، خليك تفهم. تقول هو عايزين بقى واحد يا جماعه ايه ياخد لنا ابن كثير ينقحه لنا، مين انت كده؟ ما بتبقاش فاهم هو ليه سايبين ابن كثير كده، مش بيقولوا لنا الحديث الصحيح والضعيف؟ هي ما هو ده منهج منهج الناس في التفسير، تساهل. انت عارف لو طلعت ضعيف من التفسير مش هيفضل لك حاجه، هيفضل لك حاجات فعلا مش هتعرف تجمع الصوره. لكن الضعيف ده بيدي لك معاني كتير جدا. فمن الجريمه اللي احيانا بعض طلبه العلم الجداد اللي هو مش فاهم يقول لك يلا بقى امسك بقى ايه، امسك ابن كثير يلا نحطه على مناهج المحدثين، صحيح ضعيف صحيح ضعيف، يلا بينا، وطير الضعيف واختصره لي على الصحيح بس، ان شاء الله هيطلع مش هيطلع بحاجه. فدي جريمه في التعامل مع التفسير، لان هي بتحرم المتلقي ان هو يستمتع بالتفسير، لان الضعيف بيفيدني. ليه تشيله؟ سيبه، احنا هنقول امتى نشيله كمان شويه، بس انا بديك التيكه ديت. بيقول لان الغالب عليها المراسيل، المراسيل يعني مش عايزين نفصل قوي في الكلام ده، بس هو عايز يقول ان كتير جدا من الاسانيد اصلا منقطعه مش موصوله. فلان ما قابلش فلان، فلان بيروي عن فلان اللي هو اصلا ما شافوش، عادي عادي. الحاجات دي في الحديث العادي في الفقه ما نقبلهاش، يقول لك ده حديث مرسل، ده حديث منقطع، ده معضل، مش هيقبلها. لكن في التفسير يقول لك مش مشكله. تمام. طيب هو طبعا هيقول كلام ايه كتير، هناخد منه لقطات بس. وبعد كده طبعا بعد ما قال الكلام جاب ايه، قال هجيب لكم حته من بحث، قال طبعا كلام صعب جدا شويه، ده خارج كلام شويه، يعني قال كلام تقيل شويه، مش مهم، مش ده مش تركيز بتاعنا على الكلام، وقال كلام يعني مستوى عالي شويه، فممكن يتقرا يعني. من اول ما قال ايه وقفت على رساله علميه سجلت في هذا الموضوع، قال كلام تقيل شويه، بس انا هاخد منه فقرات بس، هاخد منه فقرات. بص هو ايه في صفحه 40 هتلاقي نمره 2، قبل نمره 2 بيقول وذلك ان العبره عندهم بالمعاني ودلالتها، لذا فانه يقبل المعنى الصحيح وان كان الناقل ضعيفا،
لذا فربما رجح الرأي المنقول بالإسناد الضعيف على الرأي المنقول بالإسناد الصحيح عادي. والمقصود أن الإسناد بالنسبة له كان غير معني أصلا بالنظر والإيه والتحقيق. طيب تروح لي على 4 صفحة 41، يقول إن من تشدد في نقد أسالين التفسير فإن النتيجة التي سيصل إليها أن كثيرا من روايات التفسير ضعيفة، فإذا اعتمد الصحيح والطرح الضعيف فإن الحصيل أننا لا نجد للسلف إلا تفسيرا قليلا. تمام، بص في نمرة 5 بيقول إيه، إذ التفسير إن التفسير له مقاييس يعرف بها عدا مقاييس الجرح والتعديل. إذ التفسير يرتبط ببيان الإيه، دايما حط تحت كلمة دي ألف سطر، يرتبط ببيان المعنى وإدراك المعنى يحصل من غير جهة الحكم على الإسناد. يعني الإسناد ما يهمنيش لما أثبت المعنى، أي حد لو قال لي أي كلام في الآية مقبول هاخده منه، ولو ما عرفتش أصلا هو جايبه منين، هو لو قاله نسبه لنفسه حتى مش هاخده منه، طب نسبه للمجهول هاخده منه برضه، يعني ما يهمنيش الكلام على السند طالما بيكلمني في معاني مقبولة متسقة مع لغة العرب متسقة مع السياق، ما 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 هدمتش أقوال السلف، خلاص كلام مقبول. فكده لما قلنا امتى ينفع تقول قول في التفسير مالوش السلف، اذا كان موافق للغه موافق للسياق لا ياتي على اقوال السلف بالايه بالبطلان. طب انا سمعت قول كده وحلو مالوش سند اقبله كويس صح، عشان كده بيقول بيان المعاني، فديت مش محتاجه ان انا ابص في الايه ابص في الاسانيد. لذا فإن عرض التفسير على مجموعة من الأصول تبين صحيح وضعيف كالنظر في السياق والنظر في اللغة. بيقول بقى هو إيه الأصول اللي بقول بيها التفسير صح والغلط مش السند، يقول في أصول تانية كالنظر في الإيه في السياق لو هو مصادم للسياق مش هقبله، والنظر في اللغة لو هو مش موافق لغة العرب برضو مش هقبله، والنظر في عادات القرآن والنظر في السنة. يعني عادات القرآن الموضوع يطول، بس هو عايز يقول ان هو ليهم ايه ليهم طرق ان هم يقيموا بيه التفسير ده مقبول مش مقبول، مش منها الاسناد، ما يهموش الاسناد، انا بتكلم في تفسير بيان معاني. واضح يا جماعه الكلام ده؟ طيب بيقول بعد كده اول صفحه 42، الائمه تساهلوا في اخذ التفسير عنه لان ما فسروا به الفاظه تشهد لهم لغات العرب. كلام صحيح، كلام كويس، ما اخدوش ليه، وانما عملهم في ذلك الجمع والتقريب. طبعا اللي يقرأ في كتب السلف يدرك ذلك، الطبري جاب أسانيد كتير ضعيف جدا، هو الإمام الطبري هو مش عارف ان هي ضعيفة يعني، وبيستدل بيها واحد يقول لك لا ده هو حطها كده وسابها للي بعديه، لا الإمام الطبري كان بيرجح بيها ويرجح قول ضعيف ويدخلها في مناقشات عادي، يعني هو اعتمدها خلاص مش سابها كده للزمن، لا ده اعتمدها وبيتكلم على أساسها خلاص، فده منهجهم كده. طبري ابن كثير كانوش يتشددوا اذا كان التفسير يدور حول الايه حول المعاني. تمام، كذلك حتى في الحديث الضعيف يوردوه في التفسير عادي، وتلاقي مثلا واحد في التخريج كاتب ضعيف عادي خده عادي، طالما احنا بناخد من الحديث الايه معاني لغه ثراء في المعنى مش باخد احكام ولا عقائد. وبعد كده قال بقى ايه اشهر اسانيد التفسير، دي حته زياده صعبه شويه مش لازم ايه مش لازم تركز فيها قوي. طيب بيقول بعد كده آثار في التفسير يراد الاحتجاج بها أو إثبات دقائق ألفاظها. الله، هي دي بقى اللي عايزين نقول العكس بقى، آثار يتشدد فيها. بص هو قال كلام بس أنا هختصر لك الكلام ده في حاجة أفيد لك. هنكتب 1 2 3 4 متى يتشدد السلف في التفسير في الأسانيد، متى يتشدد السلف في أسانيد التفسير. ادي لنفسك مساحة عشان نكتب شوية. 1 إذا كان في الحلال والحرام. 2 إذا كان في إثبات الغيبيات. 3 إذا كان في إثبات سبب النزول. شلناها ديت؟ هيبص الكلام بإيه؟ بيركب مع بعضه. كل اللي انا قلته دلوقتي انت ما فيش حاجه مفاجاه لغايه دلوقتي، حلال حرام في اثبات العقائد، اكتب في اثبات العقائد عموما. تمام، الغيبيات اسباب النزول قلنا. طيب اذا تعارضت التفاسير واحتجنا للترجيح، فاكرين لما قلنا المرجحات
عشان هنا لما التفسير السلفي يبقى فيه خلاف تنوع وخلاف ايه؟ تضاد. لما خلاف تضاد بحتاج ان انا ارجح من المرجحات ايه؟ صحة السند. شوف الكلام بيه ايه؟ يتسق مع بعض دلوقتي. يبقى امتى بتشدد في السند؟ اذا تعارضت التفاسير واحتجت للايه؟ للترجيح. تعرض التفسير واحتجت ان انا ايه؟ ارجح. يبقى هبص ساعتها لصحه الايه؟ السند. سهله دي؟ طيب نكمل. لو كان المروي منكر، لقيت تفسير عن السلف منكر، كلام غريب منكر، بص في السند هتلاقيه ضعيف. لازم مش ممكن واحد السلف يقول كلام زي ده. مثلا ورد عن مجاهد قال إن الله لم يمسخ اليهود قردة وخنازير على الحقيقة، وإنما مسخهم مسخا معنويا، وده مخالف لإجماع السلف. فمثل هذا لو على طول تروح باصص في ليه في السند عادة هتلاقيه ضعيف. تمام. أو كان مثلا التفسير ينصر بدعة نصر صريح، ارجع للسند هتلاقيه ضعيف. لازم ينصر بدعة خلاص متفق عليها ان هي بدعة، مش مختلف مثلا بتاع، لا بدعة صريح، ارجع على طول ليه للسند هتلاقي السند ايه؟ ضعيف. تتسهلش هنا، انت هنا هتثبت بدعة. تمام. عشان كده مثلا ابن كثير، بص تعامله مع قوله تعالى، ابن كثير في العادة بيورد الاسانيد كده وخلاص، ليه عداها مفيش حاجة صح، ومرة واحدة تلاقيه سخن مسك الاسانيد نفضها. الله، هو انت ليه سخنت هنا وسيب هنا؟ ركز، هتلاقيه سخن في حته فيها حاجه غلط، فيها بدعه. مثلا عايزك في قوله تعالى تقرا لما تروح، في قوله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. اورد بقى حديث اللي هي الشيعة حطوها، ان هم قالوا ان الايه دي مفيش حد عمل بيها في العالم الا سيدنا علي. ازاي يا عم الحاج؟ قال لك هو الوحيد اللي هو تصدق وهو راكع. يؤتون الزكاه، ربنا قال الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم ايه؟ هنا اصلا تفسير راكعون يعني ايه؟ يعني خاشعون، مش راكعون يعني راكعين. ورد بقى وروى فلان عن فلان ان رجلا مر على ابن ابي طالب وهو راكع فساله صدقه فاخرج الصدقه واعطاه اياه. وروى فلان عن فلان أن رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له فلان تصدق علي، قال من؟ قال علي. قال كيف وجدته؟ قال وجدته وهو راكع. قال صدق فيه قول الله تعالى كذا وكذا. قعد ابن كثير بقى مسك الأسانيد نفضها وقال ده لا يصح وده مش عارف ايه وده وفلان ما قبلش فلان وفلان بتاع. حتى ممكن نفس الأسانيد دي كان بيستدل بيها هي نفسها في موطن تاني، يعني نفس السند اللي بيضعفه دلوقتي هو نفس السند في مكان تاني بيقبله، نفس السند في مكان تاني قبله. طب ليه هنا عملت معاه كده؟ اه لا، هنا كلام هنا بيأيد مذهب الشيعة وبيستدلوا بالحديث دي على ان سيدنا علي بقى والولاية، انما وليكم، يبقى هو ده ولينا، يبقى الباقيين ايه؟ اما هو الوحيد اللي عيني بقى اللي تصدق وراكع، يبقى الباقيين وحشين، اما هو عايز يوصل لكده. فابن كثير مسك نفض الاسانيد وخرمها خالص وقال لك مفيش ولا يصح فيها شيء. وتك تك 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 ليه؟ لان هنا في حاجه خلل، في اثبات بدعه. تستمتع قوي بقى، الله، اول مره تفهم ان كثير عمل كده ليه؟ اديك واحده واحده بتفهم معايا ان كثير ده بيعمل ايه. ليه نفس السند تسهلت فيه هنا وليه نفس السند شددت فيه هنا؟ نفس السند، لان هنا كان معاني وهنا كان بدعه. فهمت؟ فاذا كان المروي منكر او خالف اجماع او خالف ايه؟ إجماع، يتشدد في الإيه؟ في السند. أو خالف لغة العرب، ورد عن واحد من السلف كلام مخالف للمشهور من لغة العرب، غريب مش ممكن يكون قال كده، رجع السند هتلاقيه أوت، ضعيف. تمام. عشان كده هنا بيقول لنا لما إيه قال لنا الكلام ده، كتبنا الكلام ده يا جماعة، وده غالبا أغلب المجالات اللي إيه بيتكلموا فيها الأسانيد. طبعا ممكن تضيف حتة صغيرة كده، إذا كان في إثبات قراءة، إذا كان في إثبات قراءة، تقول لي قراءتي ما خلاص، لا، ما زمان كانوا القراءة مش معروفة زي دلوقتي، كانوا بيثبتوها لسه. يعني أيام الطبري وكده كانوا لسه القراءات ما استقرتش، كانوا لسه بيثبتوها، هل دي قراءة ولا مش قراءة؟ هو ده بقى خلاصة الكلام اللي قاله. مثلا المثال اللي قاله من لم يحكم أنزل الله فأولئك الكافرون، دي ورد فيها عن ابن عباس كلام
يعني في احتمالات لفهمه، فهل هنا لازم نتشدد في فهم الايه في التفسير. ابن عباس اختلف تفسيره في مثلا آية الحجاب، فبعض بعض الأسانيد قال حاجة وبعض بعض الروايات قال حاجة تانية خالص عكسها، وهو نفس المفسر وتعارضت الايه تفسير عنه. فقال هنا في الحالة دي لازم ننظر للايه صحة وضعف، عشان هنا احتاج للايه ترجيح. تمام تمام. بعد كده بيقول لنا النظر في فهم الدراية، النظر في فهم الدراية يعني كلام هيطول بقى مش كده. بص، فهم الدراية ده موضوع شيق جدا، احنا اتكلمنا النهارده. طيب خلينا بلاش نطول عشان يعني الكلام ما ينسيش بعضه، بس خدنا النهارده حاجات كتير. خدنا ايه؟ رجعنا الدرس اللي فات بسرعه، خدنا فضائل الصور والآيات ايه المنهج فيها. تمام، اتكلمنا على اسباب النزول والمنهج فيها، ازاي السلف بيتعاملوا مع اسباب النزول، منهجهم في الحكم الصحيح بيتشددوا طبعا في الصحه فيها، وازاي نمشي في خطوات اعرف بيها سبب النزول الحقيقي من سبب النزول الغير صريح والكلام ده. بعد كده اتكلمنا على الروايات، منهج السلف تم مع روايات التفسير. اتكلمنا على المجالات التي لا يتشددون فيها عند التفسير، والمجالات التي يتشددون فيها عند الايه عند الكلام على التفسير. مثلا نعطي مثال اخير على التجديد، موضوع التفسير ده ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في قوله تعالى واسع كرسيه السماوات والارض. ورد عن ابن عباس قال الكرسي هو موضع قدم الرب، وقال ابن عباس الكرسي العلم. طبعا هنا عندك مشكله كبيره، هو الكرسي موضع قدم الرب ده موضوع، انك تفسر الكرسي لانه العلم، يبقى انت بتلغي الايه تلغي التفسير الثاني. يبقى هنا لازم احتاج للنظر في الايه في الاسانيد. التفسير الثاني ده ضعيف، التفسير الاول هو الايه هو الصحيح. عشان كده تجد المفسر لما تيجي من كثير يقف في الحته دي هيناقش الاسانيد، تستغربش تقولش الله مع نفس السند ده اللي بتنقل منه قول ابن عباس ان الكرسي هو العلم عديته في مواطن ثانيه وما ناقشتوش وفوتته. لا، هنا في اثبات عقائد، دي حسبة صفه. هل في كرسي حقيقي؟ حسبة قدم الرب، موضع قدم الرب، يبقى الرب ليه قدم، لازم نناقش. هتلاقي ابن كثير يتكلم هنا في السند صحيح ضعيف، وقعد يناقش الروايه، يناقش ليه؟ يناقش الطريق ده، قابل ده ما قابلش، ده ضعيف ده صحيح، عشان يخلص في النهايه ان قول ابن عباس ده مش صح، ان القول الصحيح الثابت عنه هو ان الايه ان الكرسي هو موضع ايه موضع قدم رب. انا بديك ايه، انت بدات تنور شويه. شوف بقى لو نكمل مع بعض بس شويه كده هتلاقي الدنيا جميله بقى. في اخر الكتاب ده يعني هتحمد ربنا سبحانه وتعالى انك انت ايه ان انت وصلت المستوى دوت في الفهم. نصبر مع بعض ان شاء الله هناخده المره الجايه بقى. كلام رائع جدا في موضوع الايه الدرايه، الاقوال بقى اللي اتقالت ديت هتعمل معاها ازاي، وايه انواع اساليب التفسير عند السلف، يعني ايه التفسير بالمطابق، يعني ايه التفسير بالمعنى، يعني ايه التفسير باللازم، يعني ايه التفسير بجزء من المعنى، يعني ايه التفسير بالمثال. حاجات رائعه جدا هتستمتع لما تعرف. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.